السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله هيكون ده اخر فيديو في التمبلت بتاعنا، هنعمل فيه الفوتر بتاعنا البسيط ده، وكمان هنزود شوية حاجات بسيطة ان شاء الله في التمبلت بتاعنا. طيب هنيجي نعمل الحاجة البسيطة دي، طبعا ده ديف اللي هديله كلاس هسميه فوتر، وفي طبعا باراجراف بسيط، وفي الفونت اوسم بتاعنا هنعملها بطريقة بسيطة جدا واحدة واحدة ان شاء الله. اول حاجة ده خلاص كده، هنخش بقى على الديف الاخير اللي اسمه ديف كلاس هنسميه الفوتر، وهنديله طبعا هيكون فيه حاجتين، هيكون فيه باراجراف، في باراجراف مثلا هنقول مثلا ممكن ما مش شايفين الكلام ده نخليها كوبي رايت مثلا، اللي هي الرمز اللي هو الكوبي بتاع الانتيتي اتش تي ام ال، واقول مثلا كوبي رايت باي مثلا حمزة نبيل. تمام جدا، ادي الباراجراف. بعد كده في ثلاثة اللي هي هعمل دي ليست بسيطة واحطهم جنب بعض، اقول دي يو ال وجوه ال اي دي اللي هي الليست بتاعنا اللي هي بقى الفونت اوسم. اول حاجة الاف اي هدي الاي الكلاس الاف اي، اول واحد الفيسبوك بتاعنا، وبعد كده هكرر ثلاث مرات، تاني واحد هنخليه مثلا التويتر التويتر، وبعد كده تالت واحد هنخليه مثلا اللي هو موجود هنا ايه الجوجل بلس، مفيش مشكلة جوجل بلس، ونعمل ريفرش ونشوف الشكل بتاعنا. ادي التمبلت ريفرش، تمام جدا، ادي الشكل ظهر قدامي، هنظبطهم واحدة واحدة ان شاء الله. هنيجي هنا، هنيجي بقى اخر حاجة الفوتر، نعمل كده نقول ده الفوتر. اول حاجة الفوتر بتاعنا عايز الباك جراوند بتاعته تكون لون اسود، والويتس بتاعه هقول له 100%، والهاي مثلا يكون 300 وبعد كده نقلله، واقول له الباك جراوند بتاعتك هتكون اللون الاسود، والكلام هيكون لون اللي هو شبيه بالرمادي، خليها 777، ونعمل ريفرش. تمام جدا، الباراجراف طبعا زي ما اتعودنا هيكون معمول له مارجن، فانا مش عايز المارجن ده عشان المسافه دي تروح. ادي الباراجراف عملت مارجن، اقول له زيرو فيروح المسافه دي. تمام، طبعا مساحه كبيره لسه هنقللها. عايز بقى اجيب هعمل البادنج بتاع الفوتر، مش عايز يكون، عايز اعمل قصدي بادنج توب وبادنج بوتوم، بادنج توب مثلا 30 بكسل وبادنج بوتوم مثلا 20 بكسل، مفيش مشكله، واعمل ريفرش عشان يبدا من اول هنا. تمام جدا، هاجي اقول طبعا اي كلام جوه يكون متوسطا تكست اونلاين سنتر، فايه كله في النص هنا. تمام، طيب ايه الليست اللي حصل هنا؟ طبعا انا مش عايز الليست دي، ولو عايز تجيبها تقول ليست ستايل بوزيشن تجيبها هنا تقول له انسايد. طيب تمام، انا مش عايز الليست خالص، فهاجي الفوتر اليو ال اليو ال ال اي، مش عايز ليست ستايل نم، ليست ستايل لو انت عايز تجيب معاهم فتقول ليست بوزيشن اللي هي انسايد، فيجي ايه يجي معاهم هنا كده، انا مش عايزها خالص فاقول له الليست ستايل، مش عايز خالص فاقول له نم عشان مش عايزهم. طيب وعايز اجيبهم جنب بعض فتقول ديسبلاي او فلوت ليفت، فتقول احنا عايزين نعملها ديسبلاي ان لاين بلوك ان لاين بلوك، فيجوا جنب بعض بالشكل ده. ممكن نبعدهم فاقول له مثلا بادنج 10 بكسل فيبعدوا عن بعض بالشكل ده. تمام، ممكن نزود نكبر مثلا الفونت بتاع البي، نقول الفونت سايز قصدي يكون مثلا 20 بكسل. تمام، افضل شويه، ونعمل بوردر لل نعمل بوردر لليو او للال اي، لو كده عملنا كده بوردر هنشوف، هنجرب 2 بكسل سوليد اللون الاسود، هو مش ظاهر عشان لون اسود طبعا، نخليها باللون الابيض. ريفرش، تمام جدا، بقى شكل افضل من الشكل ده. لو عايز تعملها نفس الشكل هتقول له بوردر راديوس اللي هي 50% عشان يعمل نفس الشكل بالشكل ده. طيب انا مش عايزها كده، انا عايزها نغير نخليها نفس الشكل ده بتاعها. طيب انا عايز يكون مثلا، عايز يكون يعني بدل ما يكون واحده بس بوردر اعمله اتنين بوردر، اللي هو في نوع جديد تسميه بدل سوليد تقول له اللي هو الدبل، تعمل ريفرش، هو مفروض يكون يعمل لي نوعين، يعني يعمل لي نفس الاثنين على بعض، او تستخدم اللي هو اسم ده اللي هو الاوت لاين. احنا مش هنعمل، هنخليها بس سوليد زي ما هي،
وطبعا نخفف اللون نخليه نفس اللون بتاع ال777 عشان يكون نفس الشكل. تمام جدا. وعايز مثلا لما اجيب الماوس عليه اخلي فيه يكون كاروزر مثلا بينتر، هيبقى افضل. تمام جدا. ممكن بقى تحط اللينكات انت بقى تقول تخليها ايه وتحط لينكات، مفيش مشكله. نقلل الويتس، ده احنا كنا بنعمل تيست بسيط، نقلل الويتس نخليه 150 هيكون كويس قوي، 150 بكسل مثلا، كمان شويه نخليها كفايه قوي 100 بكسل. تمام جدا كده، يعتبر بفضل الله اولا واخيرا خلصنا التمبليت بتاعنا بطريقه بسيطه جدا. طيب انا عايز ازود حاجه بسيطه، اللي هي هاجي مثلا ادوس على الهوم فيجيب لي حته الهوم دي، واجي ادوس على اباوت فينزل لي عند الاباوت هنا، وادوس على البلوج مثلا يجيب لي البلوج، وادوس على الكونتنت فيجيب لي الفورم. هنعملها بطريقه بسيطه. هعملها ازاي؟ هاجي اقول اول حاجه هتحدد كل واحد باي دي. احنا محددين خلاص كل واحد محددينه باي دي، اول واحد اللي هو الاباوت، وتاني واحد اول واحد طبعا الهوم اللي هو الهيدر، بعد كده الاباوت، بعد كده البلوج، بعد كده الكونتاكت. فهتيجي تشاور عليهم ازاي؟ هنا بقى في الهريب. الاول لينك انت مسميه هاش، خلاص سميه هاش هيدر، ده هيجيب لي الايه الجزء بتاع الهيدر لما تيجي تدوس عليه. طيب الاباوت هقول له هاش اباوت، بما اني وان ده عليه انا اصلا مسمي اي دي اسمه ايه؟ انا مسمي كلاس، لا احنا لازم نسميه اي دي. هتيجي هنا تقول كلاس اسمه ايه؟ اي دي قصدي اسمه اباوت. تمام. وتنده عليه ازاي؟ في الايه ده؟ تقول الايه الاتش ريف بتاعه هاش اباوت. تمام جدا. هتيجي بقى تشوف نسيف كده ونجرب في الاباوت، نعمل ريفرش، نطلع فوق هدوس على اباوت فينزل لي على الجزئيه بتاعت الايه؟ بتاعت الاباوت. تمام. هتيجي نفس الكلام مع الجزئيه اللي هي جزئيه البلوج. طبعا احنا نعمل تمبلت تاني ان شاء الله ونوضح فيه الفكره دي افضل من كده باذن الله. هتقول هنا بلوج وتعمل هنا كونتاكت، وطبعا تروح تعمل الاي دي هات بتاع عند كل واحد، كان اول واحد اللي هو الاباوت، وتيجي تعمل هنا اي دي هتسميه البلوج، وتيجي تعمل اي دي هنا. هنجرب كده في البلوج، ريفرش، نيجي نطلع ندوس بلوج، نزل لي على جزئيه البلوك. تمام. وهاجي هعمل هنا اخر حاجه اللي هي الكونتاكت، اللي هي يعني تمام، هقول اي دي برده بيساوي كونتاكت، وهاجي اعمل ريفرش وسيف، وهاجي اعمل ادوس على كونتاكت فينزل لي على جزئيه الكونتاكت بتاع. تمام جدا. انت بقى ممكن تعمل تخلي البوزيشن بتاع الجزئيه دي ثابت معايا طول السكرول، فتيجي على جزئيه الهيدر في السي اس اس تقول له البوزيشن بتاعك يكون فيكسد عشان يكون يعمل، وانا عامل سكرول على طول يكون معايا. فتيجي هنا تقول له بوزيشن فيكسد، ممكن تحصل مشكله بوزيشن فيكسد. تمام، مفيش اي مشكله بفضل الله، هتنزل هيكون معاك على طول الايه الناف بتاعك. دوس على الهوم فيطلع لك مفروض ما عملناش الاي دي بتاع الهوم بتاعنا، عملنا كله ما عدا الهوم. هتيجي على الهيدر هنا هتسميه الاي دي مثلا هيدر، وتيجي تعمل ريفرش وتدوس على الهوم هنا كده فيطلع لك فوق. هعمل ريفرش وادوس على الهوم برده ما اشتغلش، يبقى في مشكله. اي دي هيدر، وهنا برده اي دي هيدر. تمام. وريفرش، ادوس على اباوت يطلع، ادوس على الهوم تمام، ادوس على البلوج، ادوس على الكونتنت تمام جدا. الهيدر تمام، ممكن نخليها يجيبها لي مثلا على نعمل مثلا حاجه هنا. المهم احنا فهمنا الفكره بتاعتنا، الهيدر نفسه هو اصلا الهيدر، يعني الهيدر ده اصلا هو الهيدر، ده نفسه الهيدر. انا مش عايز كده، انا مثلا ممكن اعدل تعديل بسيط، اقول مثلا اخلي اول واحد ده يكون الهيدر مثلا، او زي ما انت عايز بقى. انا كنت بدوس على الهيدر فهو اصلا ده الهيدر، يعني اللي انا بدوس عليه حاليا هو الهيدر، فهو عامل نفس المكان. فالاباوت بينزل لي على اباوت الجزئيه دي، ادوس على البلوج ينزل لي جزئيه البلوج، ادوس على الكونتنت يجيب لي جزئيه الكونتنت كونتاكت. انت ممكن بقى ايه تعمل كمان سيكشن للهوم مثلا خاص للهوم، وتعمله في الاول هنا وتدوس عليه فيجيب لك الجزء بتاع الهوم، عشان اصلا بدوس على الهوم فهو اصلا الهيدر نفس الهوم. تمام جدا. ممكن بقى تعمل بقى مثلا نيجي نعمل هافر على الجزئيه مثلا الريد مور دي، نعمل هافر كده بسيط، نعمل تاتش بسيط. الهوم ده هيكون اللي هي جزئيه الهيدر اللي هو ده غالبا. هتيجي تعمل كده
على البوتون طبعا، هو هيكون بوتون. فين البوتون؟ الاباوت هيكون البوتون، ممكن نعمل عليه هافر فيشيل لي الباك جراوند بتاعت الهافر بتاعتي. يعني مثلا نقول هافر مش عايز باك جراوند خالص، لو الباك جراوند نار راجع اعمل ريفرش ودوس هنا كده هتلاقي الباك جراوند نار. وبديلا عنها يعمل لي البوردر، بوردر مثلا 2 بكسل سوليد اللي نفس اللون، نفس هو نفس اللون يبدل يعني، واعمل ريفرش اجي اعمل كده هتلاقي عمل ايه اللي هو الخلفيه راحت وعمل لي بوردر بدل الخلفيه دي. تمام جدا. ممكن يبقى شكل افضل لو خلينا الكاروزر بتاع شكل الماوس يكون وينتر، اجي ادوس هنا. تمام جدا. ممكن اعمل هنا ايه بقى، اضيف مثلا طرش بسيط. ممكن تعمل للشكل كله بوردر او تعمل للصوره بوردر، تعمل للصوره هنا كده بوردر بسيط. يعني لو جينا جربناها هاجي اعمل للصوره هنا كده، للصوره بتاعت البلوك او البارت هعمل لها بوردر، اقول له بوردر مثلا 1 بكسل سوليد لون مثلا اللي هو اللون الزيرو مثلا اللي هو الاسود، فطبعا مش هيظهر او ادي ظهر. تمام جدا. بس طبعا المشكله اللي هي حصلت ان هو اضاف البوردر معاها، فمفيش مشكله انت ممكن تظبطها عن طريق حاجه اسمها البوكس سايزنج، بس ممكن نشيلها دلوقتي عشان ما نتطرقش للـ CSS3، نخلي بس الـ HTML والـ CSS3 فقط. نفس الكلام ممكن تيجي تعمل على هافر على ده، نفس الكلام يحصل نفس الاكشن بتاع الهافر ده، مفيش مشكله. مثلا ممكن نيجي هنا نزود ايه مثلا في الفورم، مثلا ممكن لما تيجي تعمل الفوكس مثلا على اي انبوت يعمل لك ايه، يعمل لك مثلا بوردر ليفت. يعني هنيجي هنا كده مثلا في الفورم، هقول الفورم لما اجي اعمل فوكس على الانبوت بتاعي، هاجي الانبوت هنا كده هقول لما اجي اعمل فوكس او اعمل هافر، نجرب الهافر الاول، يعمل لي بوردر ليفت مثلا 2 بكسل سوليد اللون مثلا اللون الاسود. هاجي اعمل ريفرش، هاجي اعمل هافر كده فظهر لي ايه البوردر البسيط ده. ممكن نزوده اقول له مثلا 5. تمام جدا. عايز بقى لو وانا دايس، يعني وانا دايس يكون موجود وانا بكتب، يعني انا كده هشيل ماوس فيروح، لا انا عايز وانا عملت فوكس يكون فاضل ده. فاجي اعمل ايه، اقول له برده الانبوت نفس الكلام لما اعمل فوكس عليه، بدل كلمة هافر هخليها فوكس، واعمل ريفرش، اجي ادوس كده، اجي ادوس يفضل معايا وانا بكتب اهو. تمام جدا. هشيل ماوس خلاص، هو انا عملت فوكس خلاص وانا كاتب هيفضل شغال، اما لما اجي اشيل حتة الفوكس دي فهيكون بس الهافر اثناء الهافر. يعني انا اعمل هافر كده وانا بكتب اشيل ماوس يروح، لا انا عايزه يكون على طول موجود، يبقى بتعمل الانبوت اللي هي حتة الفوكس دي وانت بتكتب يكون موجود. تيجي تدوس هنا برده هيكون موجود عشان انت عملت فوكس. هتشيل الماوس انت معمول فوكس حاليا، يعني مركز على الحته دي فمثبت البوردر بتاعه. تمام جدا. عملنا اكشن هنا. ممكن نيجي نلعب بقى في الحته دي كده بسيط. ممكن تخلي لما تيجي تعمل الهافر على ال اي تخليها مثلا الهافر، نعمل هافر على ال اي فنخلي مثلا البوردر، نشيل البوردر ده نخليه لون ابيض، نخلي بدل يكون لون شبيه بالرمادي ده نخليها لون ابيض. هاجي اعمل كده فيعمل لي اللون بتاعي يخليه لون ابيض. تمام جدا. اتمنى يكون التمبلت عجبتكم، وكده بفضل الله خلصنا التمبلت بتاعنا مع بعض الاضافات البسيطه. وطبعا حصل واحنا شغالين في الفيديوهات طبعا في اسم ده طبعا حصل مشاكل بفضل الله حيناها، فده دي ميزه طبعا عشان نعرف الحل ازاي لو قابلتنا مشكله. تمام جدا. اتمنى ان شاء الله يكون التمبلت دي تكون بسيطه وعجبتكم، وان شاء الله هنعمل تمبلت جديده بالبوت ستراب، وهنعمل تمبلت بال HTML5 والجافا سكريبت والجيكويري، وان شاء الله لسه في تمبلت كذا تمبلت جاي كمان افضل من ده كذا مره، بس ده كان بدايه. اتمنى يكون بسيط. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.